قال يدخل. احنا لا يا شباب عندكم حاجه اقولوا يعني. احنا فكرنا ان حبيبنا علي موجود. ايه. و جاء كذا لمحه انه يعني من فضائل شهر رمضان انه نزل فيه القران. نزل القران صحيح. في رمضان. والافطار عند اذان المغرب اذا. ايه حلو. طيب تاس. فرجل ذكرنا بطريقه غريبه وعجيبه عندهم في الحفظ. حفظوا القران. في حفظ القران. ودنا نسمع من المشاهدين يسمعون منه شلون طريقه حفظ القران عندهم في المغرب. في ليبيا. في ليبيا. وفي المغرب العربي بصفه عامه. في المغرب ايه العربي. بس قبل لازم نقتنع بقراءته هو. وش نسمع من؟ اي يلا. لان حضرت مسابقات. علي ضوء. حضرت مسابقات؟ ها؟ مسابقه قران حضرت. ايوه دخلت. دخلت. طبعا. طيب. يلا اجي سمعنا. دخلت مسابقات ثقافيه؟ ثقافيه انا سالوني يعني عاصمه ليبيا ما جاوبت. اجل حتيجي ان شاء الله بعد يومين. ان شاء الله. طيب يلا قول. اجل. مو قول استغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما شاء الله. الله يبارك فيك. الله. الاثنين انا شفت دخل حجاز بين رجع بيات. ما شاء الله عليك. الله يطيب انفاسك حبيبي. يا اخي صوتك جميل يا اخي ما شاء الله. انت مو نعرف من زمان صوته جميل. لا يا اخي بس صوته حلو. لا وبعدين والله ما هي بس ما شاء الله. والجميل اختيار الايات. وغير ذلك تونا قايلين له نبيك نسمعك ما احتاج مراجعه ولا شيء. لا ما شاء الله واتقان. لا بس ابو سند هذول ما شاء الله تبارك الله ما يحتاجون مراجعه. من هم هذول؟ اهل ليبيا. الله ليش؟ متقنين. اساله كيف حفظ؟ هي شوف اكيد طريقه الحفظ لها يعني حتى المسابقات في العالم في الغالب تلقى الاوائل الاول او الثاني من ليبيا في الغالب بسبب طريقه الحفظ على اللوح يعني. ايه يعني مش من مصحف او من دفتر او كذا. حتى شلون؟ المصحف ممنوع كان علينا يعني المصحف الى ان تفوت تقريبا نصف القران بعدين يسمح لك الشيخ انك تمسك مصحف. كيف شكل اللوح؟ اللوح طبعا يتغير شكله يعني انت اول ما تدخل يكون صغير في السن. شكل اللوح؟ نادو اللوحة الأولى تكون صغيرة يعني صغيرة هلبة حتى يكون واضح ان هذا جديد وكذا. فحتى تبدأ تكتب بالسطر الواحد الشيخ يكتبك بس بالسطر عشان يشوف خطك يشوف سن كم يعني؟ أولى ابتدائي مثل عندنا؟ طبعا أو قبل حتى قبل يعني أنا أتذكر خشيت المدرسة وأنا نعرف نكتب ونكتب ما شاء الله نكتب يعني الأستاذ لما يحكي أي شيء نقدر نكتبه في الإملة سمعي كنت مستحيل نغلط يعني. طيب يلا وش الطريقة؟ الطريقة لوح وحبر وقلم اللي زي الريشة عندك. يعني هذه الحركة تاريخي قديمة هذا تغمس وتكتب إلى الآن هذه رسالة للوالي بالظبط إيه. إلى الآن موجودة. فالموضوع ان الشخص اول ما يجي يبدا على طول استماع يعني السلام عليكم يبدا من الفاتحه ولو كان حافظ في بيتهم حافظ الثلاث اربع لن يعترف به. انت لازم تجي وتثني ركبيك وتبدا من الصفر بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحه يعني اول ايه تكتبها مثلا بسم الله الرحمن الرحيم جديد يلا بسم الله فاتحه الحمد لله رب العالمين يقول لك حتى ولو انت حافظ الصوره ممنوع انك لو تكتب آية من غير ما هو يملها عليك لازم يمليها عليك الأستاذ يقول لك خلاص وقف تعال بكرة الآية الثانية. فأنت لازم تسمع يعني هي الغرض من الموضوع أنك تكتب واحد
يقول لك هو الحمد لله رب العالمين تسمعها مرة وتكتبها اثنين بعدين ترجعها عليه ثلاثة فترسخ هي. أيوة وانت أيوة ما زلت تكتب أيوة أيوة. ويشوف أخطائك في الكتابة تخلص لما تكمل توقف في الصف صف تصحيح تصحيح الأخطاء الإملائية واللغوية سبحان. توقف تجي يأخذ منك اللوحة ويصحح الأخطاء الإملائية ويبدأ يعلمك التنزيلات وهذه كم في منها واحدة في القرآن وهذه كم تشكيل. ترى هدف كل هذا ترى ترسيخ طبعا ترسيخ وغير ذلك ترى يحسن كتاب خطه بيتحسن الخط والإملاء والإملاء والحفظ وحتى سبحان الله مرات الشيخ هو يلاحظ أن أنت يعني دماغك بدأ يأخذ أكثر فيصير يعطيك أكثر من آية مثلا بدل ما كان يقول لك الحمد لله رب العالمين تقول يقول لك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين فسبحان الله انت تستجيب تكتب اي يعني طيب هو يقول لك وانت تكتب ولا يقول لك وبعدين تقولها انت وتكتبها انت لا هو يقول لك وهو يقول لك انت تحاول تكتب يعني أي. تسمع وتكتب وتحاول تقراها أي. بعد التصحيح الاملائي ليش علي فردي يعني هو لا جماعه مجموعة. جماعه يعني حتى انا في فتره كنت يعني كنت مساعد الشيخ فنمل إيه؟ فسبحان الله هي بعد المراجعة وكذا فالحلقة يكون فيها تنوع واحد من الربع اللي فوق واحد من الربع اللي تحت واحد وجنب بعض واحد يقول لك إن الذين آمنوا عن صالحاتي هذا كانت لهم جنة كانت لهم جنة في الجنة واللي جنبه لهم جنة تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا واللي جنبه خالدين فيها لهم جنة والشيخ يسمع من جميع سبحان الله وأنت تركز وتجاوب على الجميع صح فهذه طيب إذا مل اللوح شو يسوي مل اللوح في صف الآن التصحيح الإملائي واللغوي بعدين يمشي يحفظ يحفظ يسمعها ثاني يوم اللوح كم يأخذ آية تقريبا والله أنا كتبت القصار كتبت لا من القصار ما نعرفش لكن أنا أتذكر كتبت حتى نصف حزب على اللوح في اللوح الواحد في اللوحة من جهتين يعني ربع من جهة وربع من جهة طيب. لأن الموضوع سبحان الله العقل والدماغ يتوسع فانا نتذكر اني كتبت نصف حزب في يوم كتابه وحفيظه يعني اي ما شاء الله يعني كتبته صححته وحفظته في نفس اليوم طيب حفظته تمسحه تمشي تمسحه برا اقسم كلامي على خمسه تاخذ اللوح تطلع برا وتمسحه بالكامل بعد ما تحفظ طبعا تخليها تجف ثاني يوم تاخذها وترجع من جديد وتكمل طيب معليش الحين احنا في مثلا في المدرسه وفي انا اقترح لابو جمال يسوي برنامج حواري لصالح السنه الجايه يا اخي حبيت الموضوع اتعهد اثنين والله حبيت الموضوع لا لا غريب يا اخي يقول لك ممنوع تمسك المصحف اي ترى هذه اللي يعرفون مثلا يمكن ابو سند ولا اللي يعرفون اللي هو مساله الالقاء الخطابي مثلا في المنابر او في الحفلات المفتوحه المسارح غالبا المقدم عشان ما ينسى بعض المعلومات تلقى عنده مكتوبه في كمبيوتر وكذا لا يجي هو يعيدها في يدوي كتابه آه. وهذه يمكن أسويها ليش الكتابة تخليك تنشب المعلومات الرئيسية حتى لو ما يكون عندك وقت تكتبها كاملة تكتب النقاط الأساسية ترحيب بمثلا سعادة الوزير كذا 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 دين كذا 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 الآية الفلانية كذا فهمت قصدي طيب عشان ما يصير الموضوع حواري بيني وبينك عشان ياسر ما لا لا عادي والله أنا بس لا هو خايف على برنامجه فهمت استغفر الله بيأكل الجو مني ذا لا لا بس أك سؤالين السؤال الأول ايش رايك عشان اختم عجبني هل الجميع يبدا من الفاتحه والبقره لا نحن بنبدا بالعكس الفاتحة من الناس الناس الفلق الناس ممتاز طيب السؤال الثاني روايه اللي تحفظون بها وتقرون بها قالون الوجه الاول هذا في ليبيا بشكل عام كل الناس قالون الوجه الاول طيب عطنا فرق واحد بين حفص وقالون في ايه واحده الاول اللي قرات عندنا حفص ها قالون اللي قبل شوي قالون بس ما في اختلاف هذه شوف قالون الفرق عن حفص بسيط إيه؟ يعني حاجات بسيطه مثلا الفاتحه ملك يوم الدين مش مالك يوم الدين مثلا في نهايه البقره فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء قالون فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء مثلا في 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 اختلافات يعني غريبه جدا لكن في قرب ورش القراءه الثانيه في ليبيا ورش ورش هي اللي فيها مدود مختلفه فيها يعني ورش مختلفه تماما عن عن قالون وحفص لكن الاساس قالون الوجه الاول وفي قالون الوجه الثاني تختلف بس في المدود في المدود المنفصله وكذا بس يعني غالبا كم مده الحفظ غالبا والله في ناس ما شاء الله تفتح تحفظ حتى في ست اشهر ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يعني وفي ناس تاخذ سنوات اربع خمس ست سنوات يعني إيه. على حسب الهمه يعني في اللي سبحان الله الحفيظه تكون قويه جدا خاصه الناس اللي يقول لك انا نحن لان اللي يكتب القران كامل على لوحه
نقوله قلم واحد. يعني كتاب القرآن كامل مرة واحدة. مرة واحدة يقوله قلم. ففي الغالب شباب القرآن يسألوا في بعض: يا فلان أنت كم عندك قلم؟ حلو. حافظ أنت؟ حافظ أنت كم عندك قلم؟ يقول أنا 2. يعني أنا 1. أنا 4. ما شاء الله. في اللي يعني كاتب القرآن 4. أكثر واحد كم يقول؟ أنا نتذكر في واحد كاتب 6. 6. يعني هذا متقن. هذا خلاص. ما شاء الله. 6 أقلام. 6 أقلام يعني كاتب القرآن 6 مرات على اللوح. الله يستحي أسأل كذا. طيب ليش ما يطيب يكتبه مثلا بدفتر عشان يصير عنده قرآن كاتبه بيده؟ والله الطريقة هذه طبعا متوارثة، هي ما نعرفش من السبب. أيه. لكن اللوح يحسن الخط صح بطريقة عجيبة. يعني احنا لما سبحان الله في المدارس تعرف الأولاد اللي يقرأ في الخلوة، نحن نقوله خلوة هي المكان التحفيظ من خطة، لأن هو الريشة حرشة واللوحة حرشة. فلما يجي الكراس أيوة ترجم حرشة عشان برضو الجنة. حرشة يعني خشنة، غير ملسة، غير ملسة. أيوة خشنة. فلما يجي الدفتر والقلم العادي خلاص تصير سهولة عجيبة في الكتابة والرسم. يعني الريشة تختلف عن القلم طبعا. إيه لأنه الوضع. طيب بقول لك موقف. هي الجلسة باسمك؟ لا والله أنا رحت فيها أنت بنقول لك بس. لا أنت عندك شيء ولا بنسولف معنا؟ والله كان عندي شيء وطاح شيء. لا لا قول تفضل تفضل معنا. عادي عادي والله عادي. لا لا يوم تقول أنت العود من أول ركزة صح؟ ممنوع انه ياخذ المصحف، لازم يحفظ عند الساد عشان طبعًا. طبعا ابوي كان حاطني في تحفيظ وانا صغير، فجيت عند سورة التغابن جميل ونمت في اخر المسجد، فالاستاذ ما كان حريص ذاك اليوم ولا قال لي ما سمع لك، ما سمع لي ومشاني يعني وكذا. ابوي راح مشوار رجع اخذني، ها كيف تسمع اليوم؟ ممتاز. بكره جيت السورة اللي بعدها اللي هي نسيت الطلاقه وكذا، او يمكن الطلاق قبل بعدين التغابن بعدين انا كنت خريج مدارس تحفيظ، مدرسه تحفيظ النظاميه تمر على القران كله. يعني ثالث متوسط خاتم تختم القران. إيه. الى يومك اصعب سوره عندي التغابن. التغابن سبحان الله. ليش ما سمعتها؟ انساها، ما حفظتها وانا صغير. شفت كيف؟ صح انساها، دائما انساها. صح. عندك سؤال شيء سالفه قول. لا تفضل. انا ما ادري ليش حاسب شو ترى جاي رياليتي معكم، يعني اذا تعرف اللي يجي تحسون ضيف ثقيل يا ليل، هذا عنده شيء. لا والله اقول هاشتاج. لا صحيح لا اقول السؤال.